تنقولوا لانه جد مهمين لان وجدنا صعوبه لعبوا بجوج ديال المدافعين تيتمتعوا برجل اليسرى، وبالتالي تنظن على ان هذه نقطه ايجابيه في هذه المباراه لحد الساعه. كابتن بن يحيى عطيت لاس رجعوا الكره لعيبي ديال منتخب ليبيريا. امتاز الضغط جيد، هذه فرصه امين حارث، حارث امكانيه التمرير في الجهه اليسرى بدفاع اتجاه لاعب يوسف عنصيري، عنصيري يرفع الكره ولكن مشات بعيده خارج ارض الملعب. ضربه مرمى افيده منتخب ليبيريا امامنا يوسف عنصيري، كانت دقيقه ممتازه لامين حارث والوقت اللي امامنا وحيد خليلوفيتش. جيدا قيمة النتيجة ديال هذه المباراة، كذلك البحث عن العرض لاقناع الجماهير المغربية. وصل بين المنتخب الوطني المغربي على مستوى الدفاع تابعنا خلال المباريات الأخيرة، كنقول منذ مباراة على منتخب الكونغو الديمقراطية المنتخب الوطني المغربي كان تلقى هدفين، ثم وراءها المباراة أمام الولايات المتحدة الأمريكية 3 أهداف، أمام منتخب جنوب أفريقيا تلقينا هدف واحد، وكانت القوة ديال المنتخب المغربي على مستوى خطر الدفاع وكذلك حراسة المرمى. صحيح خويا هشام، ذكر الأرقام نرجعوا للمباراة ديال أفريقيا. كل وقت تبعد المحاولة فائدة المنتخب ليبيريا من أجيال أخرى، كرة خرج من فعل الكرة خارج عن الملعب، كان المتابعة ديال اللاعب رقم 3 جمال عربو الذي يلعب بدوري أذربيجان. إلا رجعنا للأرقام غنلقاو تلقينا بزاف ديال الأهداف، مباراة الكابون جوج ديال الأهداف، مباراة مصر جوج، مالاوي، أمريكا، كونغو الديمقراطية ذهاب وإياب، أيضا المباراة الأخيرة ضد جنوب أفريقيا، وبالتالي تنظن على أن هذه المباراة ما عندناش يعني فرصة أخرى لاستقبال الأهداف، يجب الحيطة والحذر لأن استقبال الأهداف تيدخل الشكوك خصوصا المدرب وتيبدا يدير اختيارات يعني عشوائية، وبالتالي تنظن على أن هذه المباراة أولا تصحيح لأننا ما استقبلوش، خصنا نسجلوا أهداف بهذه الطريقة، لازم نرفعوا النسق لأن المنتخب الليبيري غادي يرتكب أخطاء بهذه الطريقة، حنا تنلعبوا بهدوء ربما كانت اشتراطات، لازم توسيع الملعب وأيضا اختراقات من العمق. كتبريرة من لاعب غريب في الفرصة، أشرف حكيمي، حكيمي تدخل داخل من داخل تبريرة فرصة أيوب الكعبي، ولكن كان تدخل الحكم اللي منع خطأ للاعب والمدافع فرانس باردي، كانت فرصة لفائدة المنتخب المغربي، وغادي نتابعوا انطلاقة ديال أشرف حكيمي بإمكانه أنه يعطي حلول بالنسبة للاعبين والمهاجمين ديال المنتخب الوطني المغربي. هنا كان محاولة المتابعة من أيوب الكعبي ليرتكب الخطأ، والحكم يعلن الخطأ لفائدة منتخب ليبيريا. صحيح في الخطة 4-4-2 يتم إخلاء المساحات الحاكمين، وهذه يجيدها جيدا لأن السرعة ديالو، أيضا إخلاء المساحة وإقحام لاعبي الخصم أو سحبهم الوسط الميدان العمق تيخلي ليه المساحة فين يمشي، وربما غنشوفوا بعد يعني كثير من يعني السرعة اللي غادي تمشي بالجهة اليمنى بواسطة حاكم لاخرش. والكرة اللي سانغوتو به حارس مرمى منتخب ليبيريا اللي على نانجي، كرة في الوسط، لاحظوا الضغط وحاول يسترجع الكرة من فيصل الفجر، الحكم كيعلن على خطأ للاعب سومورو محمد إبراهيم فريق اف سي بايك القبرصي. من جديد كرة لفائدة منتخب ليبيريا، يتذكر في تصفيات النسخة الماضية نسخة الكاميرون خرج من الدور التمهيدي على حساب منتخب تشاد من ضربات الجزاء 5-4 بعدما انتهت مباراتين الذهاب والإياب، فوز كل منتخب 1-0 في تصفية كأس العالم قطر 2022، دور أول تأهل الحساب سيراليون فاز ذهابا 3-1 وانهزم إيابا 1-0، وخلال دور المجموعات احتل الرتبة الثالثة في مجموعة ضمت نيجيريا والرأس الأخضر. مباراة الفاصلة كانت جمعت بين نيجيريا وغانا، تأهل منتخب غانا ليبيريا ليحقق انتصارين مع 4 ديال الهزائم. يحيى عطيطلة تمريرة ممتازة في اتجاه لاعب أمين حارث، حارث دخل داخل منطقة الجزاء، تدخل الحكم كان قريب من العملية كيقرب من وسط الدقيقة، كانت فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي خصوصا بأنه التمريرة ديال يحيى عطيطلة اللي تبنى رفقة فريق الوداد اللي كان قدم عدد من التمريرات الحاسمة في الوقت لعز الدين أولاحي على مستوى الوسط المراوغة، وهناك خطأ لم يكن هناك إضاءة تالي، فرصة لمنتخب الوطن المغربي بواسطة لاعب فريق أونجي الفرنسي عز الدين أولاحي. ولا شفتي يعني الرباعي لحد الساعة كيفاش يلعبوا هما، عندهم فنيات عالية، يحيى جبران بسلاسة كيفاش يضرب الكرة، وأيضا كتبوا المحاولة الممتازة يحيى عطيت طلعت تمرير على المنطقة لأمين حارث، كتبوا أنه كتدخل بالفعل بحث عن الكرة وليس على رجل أمين حارث من طرف لاعب هو المدافع دوي سامسون لاعب فريق أوليزر الليبيري.
صحيح ان يحيى جبران يعني عنده هذيك عمليه المسط او فلاغافون تنشوف قبل ما يستلم الكره، وهذه من الامتيازات ديالو. اذا وجب على الكعبي والنصيري وايضا حارس الطلب الكره في الوقت المناسب، لان عندهم لاعب اللي ممكن يمدهم الكره سبحان الله. والخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي، الحكم كيطالب اللاعبين الان ديال المنتخب الليبي ان وعدوا الامطار القانونيه لكرات ثابته بامكانها تكون حلم الحلول بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، سواء على مستوى الاخطاء او على مستوى الزوايا. وراء الكره اشرف حكيمي، اشرف حكيمي اللي سجل عدد من الاهداف من كرات ثابته. اشرف حكيمي، حكيمي يلعب الكره مباشره لمسات احد اللاعبين وتحولت للزاويه، الزاويه لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتمنوا استثمار الكره الثابته. هنا غادي يطلع سايس وسامي، ضروري غادي يطلعوا فوت الكره، زائد عندنا جوج ديال المهاجمين الكعبي ومصيري، اذا ربما الركله الثابته الركنيه تيخلقوا متاعب ونتمنوها اولى ان شاء الله في الشباك اخرى ان شاء الله. بالفعل نتمنى له لانه هدف بامكانه يحرر اللاعبين، تبع اهداف كثيره في هذه المباراه. امامنا فيصل فجر هو اللي غادي يساعد لتنفيذ هذه الزاويه. صعود غير سيس، تواجد سامي ماي تحت ضربه العصيه في الوقت الحكم من جديد. هناك تحركات داخل مستطيل العمليات. إذا غنتابعوا هذه الزاوية تنفذت من فيصل فجر، تعبات كرة دائرية، تدخل وإبعاد كرة مرة أخرى للزاوية، الزاوية الثانية للمنتخب الوطني المغربي، كان تدخل ديال لاعب أراغو. مزيان يجوك زاويات تعطوك الثقة خويا هشام، وتوضع ضغط على الخصم ديالك لأن تيكون مرتبك. إذا نتمنى نستغلوا. إذا فيصل فجر تعبات الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية من أيوب الكعبي، ومحاولة إبعاد الكرة من تيرمان سيون. يحيى عطي طلع لمستوى التغطية، ترجع الكرة للحارس ياسين بولو. تابعنا تقريبا 6 ديال التغييرات المقاربة مع اللقاء أمام منتخب جنوب أفريقيا، لدخول سامي مايلي، يحيى عطي طلع، حارس كارسمي، مناحي، فيصل فجر، ويحيى جبران. الوقت اللي الإصابة ديال كذلك نيف عقرب، وهذا مصينا على مستوى الاختيارات، وايمن برقوق كذلك الرسمي في المباراه السابقه، سفيان امرابط بسبب الاصابه، غياب سفيان بوفال، عمران لوزا، وريان مايي كذلك بسبب الاصابه. ملاحي امين حارث ممتاز، من امين حارث لعز الدين ملاحي، ولكن هناك تغطيه ممتاز لعب امين حارث اللي قدم موسم استثنائي مع فريق مارسيليا الفرنسي. عز الدين ملاحي مره اخرى، امين حارث رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الخطوره. حتى الان محاولات والتمريرات داخل ربع التراك كتلقى تواجد لاعبين ومدافعين المنتخب الليبي. اذا 16 دقيقه الاولى بداو تيبان بان بداو تيرجعوا المنتخب الليبي للتكتلات المعهوده عليهم، تيغلقوا العمق ايضا الممرات، وبالتالي غادي تبدا المحاوله. يحيى عطي طلب من الاجيال اليسرى، رفعت كره ممتازه للقائم الثاني ايوب الكعبي، ولكن هناك العوده ديال لعيب دوري رقم 19 لاعب فريق سلافيا براغ التشيكي. وحتى على مستوى المرتدات، ماشي من القيمه ليبيريا، ماشي من قيمه الحجم ديال المرتدات ديال المنتخب جنوب افريقيا، وبالتالي تما على ان غادي نشوفوا زياده عدديه كبيره بعد مرور الدقائق من جانب جبران، خصوصا جبران غيبقى يزيد، لان غيبقى سامي ماي وايضا سايس، لان ما عندهمش هذوك القوه والسرعه في يعني التقنيه في المرتدات. فيصل فجر اخذت الكره للاعب جبران، حاول من الاجيال اليسرى حذري من انطلاقات، خصوصا كذلك صعود محمد ابراهيم ومارك طفاي من فائدة المنتخب ليبيريا. منتخب اللي قلت انه يسعى للتواجد المرة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. أول مشاركة كانت 1996 بجنوب أفريقيا، كان خرج من الدور الأول بعدما كان كيتواجد في مجموعة ضربات الكابون والزهير سابقا ثم النيجر. والمشاركة الثانية 2002 بمالي، اللي كان كذلك خرج من الدور الأول بعدما حتى الرتبة الثالثة على مستوى المجموعة لضمت نيجيريا ومالي، ثم منتخب جزائري كان تعادل مع مالي
وتعادل مع المنتخب الجزائري وخسر على منتخب نيجيريا، وبالتالي كانوا هما جوج ديال المشاركات على مستوى نهائيات كاس امم افريقيا. اذا الفوارق التقنيه والفوارق التاريخيه يعني كبيره ما بيننا وبين المنتخب الليبيري، وبالتالي تنظن ان لحد الساعه ظاهر بان المنتخب الوطني مسيطر، نسبه الاحتكار عاليه، ولكن امام تكتلات مازال ما لقيناش حلول. عز الدين الاولاحي لفعلة المنتخب الوطني المغربي في الجهه اليمنى، اشرف الحكيمي مره اخرى عز الدين الاولاحي تبنى في الجهه اليمنى البحث على التوغل، تدخل تذكر ذاك تدخل الحكم كان قريب من العمليه، ولكن الحكم المساعد ديال العيشين وضربه مرمى لفعلة المنتخب الليبيري، كان تدخل ديال اللعيبه رقم سبعه سوماورو محمد ابراهيم. محتاجين نرفعوا الايقاع، محتاجين نتحركوا بين الخطوط، وسط الميدان لازم يطلب الكره بزاف، ايضا على جهود يتيق اكثر ويدخل مربع العمليات ويمد الكره جيده بالنسبه للمهاجمين. الحكم كيعلن على خطا لفائده المنتخب الليبيري، كانت تدخل ديال صاحبي باي يعني فريق بنفاروس المجري، يحضر صاحبي باي ويغيب الاخ ريان باي، وجد تمنوا انه يرجع ويدخل في المجموعه ديال المنتخب المغربي استعدادا ان شاء الله لنهائيات كاس العالم التي ستقام على الاراضي العربيه بقطر، حتى يكون حضور متميز للكره المغربيه. المنتخب المغربي وضعت القرعه الى جانب منتخبات بلجيكا كندا ومنتخب كرواتيا. مرة أخرى الحكم كان على خطأ، هذا المرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، كانت تدخل أمام عز الدين أولاحي. وسط ميدان ليبيري وسط صعوبة كبيرة في إيقاف اللاعبين الفنيين ديالنا أولاحي وحاريت ايضا يحيى جبران، تيرتكبوا اخطاء كبيره 20 دقيقه ارتكبوا تقريبا واحد 6 ديال الاخطاء، يجب اكثر عليهم باش يرتكبوا اخطاء خصوصا في الصف الدفاعي ديالهم، وسجلوا هدف ان شاء الله في 25 دقيقه الاولى. كره للعميد غالب سيس لجانب يحيى جبران، سيس من جديد في الجهه اليسرى امين حارث مراوغه ممتازه دائما محتفظ بالكره، كيمرر في جهه عز الدين الملاحي في الوقت لاشرف الحكيمي كيحاول ياخذ المكان ديالو منطقه ديالو على مستوى الجهه اليمنى، مره اخرى امين حارث التمريره حاول يمرر في جهه يحيى عبد الاطلاق، ولكن هناك تغطيه من ماركوس باب وحاولت تخرج الكره. ممتاز انه يكون الضغط بالفعل هو شرط اعداد المنتخب الوطني المغربي. فيصل فجر العربي كرسمي في هذه المباراة مع فريق سيرا سبور التركي، فيصل فجر لفت الشرط، ما كانش فيصل فجر استرجع كرة في الوقت اللي ربح فيها المرتد الهجومي، تبنيها في الجهة اليمنى، تدخل ممتاز، تدخل ممتاز لعيب جوبان، دائما الوحيد على مستوى انطلاقات في هجوم المنتخب ليبيريا. صح خويا هشام كما ذكرت لك ما عندهمش قوة ديال يعني تطبيق المرتد، وعندهم ايضا صعوبة في اخراج الكرة، يجب على لاعبي المنتخب الوطني الضغط اكثر وارباكهم اكثر، لان بالواضح انهم محدودين على المستوى الفني خويا هشام، ولكن من الجانب ديالنا يجب رفع الايقاع والتحرك من بين الخطوط. والكرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي سامي مايي كيمرر ارتجاء لاعب عز الدين الاولاحي في الجهه اليمنى، عز الدين الاولاحي فيصل فجر، رجع الكره من جديد للعميد غالب سيس ليحيى جبران، يحيى جبران الذي خاض حصه تدريبيه واحده هو اليوم حاضر على مستوى التشكيل الرسمي ديال المنتخب الوطني المغربي. الحكم المساعد المدافع جبل عربو تدخلوا بقوة خويا هشام، ويجب الحيطة والحذر، لأن لاعبي ليبيريا عرفوا التدخلات والخشونة ديالهم، خداو جوج ديال البطائق في البداية ديال الشوط وارتكبوا بزاف ديال الأخطاء، إذا خاصنا نبروفوكيهم أكثر ونمشيو بالكرة أكثر، وبالتالي تنظن على أن هذا الإيقاع لصالح المنتخب الليبيري، لأننا لاعبين واحد يعني ماشي مرتفع 100%. كل في الوسط لفيصل فجر تمريره
حتى لايوب الكندي وليسو سيري، ولكن الكره الاولى فقط اقرب للحارس سعدو الطوبي. ايوب الكعبي اللي سجل هدف خلال المباراه السابقه، وبالتالي نتمنى انه تعطيه دفعه معنويه كبيره. نعرفوا بان العلاقه الدائمه بين المهاجم والشباك مهمه جدا. ايوب الكعبي اللي تالق بالدوري التركي وفقه فريق اتاي سبور التركي، تمكن من توقيع 18 هدف، وتلقى لمكسب الفريق التركي عدد من من نادي اور سيتي اللي كان في تعزيز خط الهجوم تمرير فجية اليمنى بجناح أشرف حكيمي تدخل وأشرف في عدة المنتخب الوطني المغربي. مخصص نتسرع هو هشام، لأننا بدينا تنتسرع شوية وبدينا نضيعو، تولات عندنا داك الديشي تكنيك، خاصنا نخرجو الكرة يعني بسرعة ولكن ماشي بتسرع، لأن مايمكنش نكتفو يعني أخطاء بحال هادي، غادي تعطي ثقة أكبر للمنتخب. تم هذه المحاولة يوسف الصيري، كانت تمريرة من عز الدين بلحية، ولكن مرة أخرى أقرب للحارس سعد الطوبي. كل ما مر الوقت والا المنتخب ليبيريا ياخذ ثقه، تبعو التدخل كان سهل للحارس، وهذا هو اللي تبعنا بانه المدرب بيتر بوتلر المدرب الايطالي اللي كيطلب اللاعبين انه يبقوا دائما بهذا التنظيم. مدرب بيتر بوتلر ل 55 سنه، لاعب سابق لوستام وويست بروبيتش، درب سورينتو الاسترالي، ودرب كذلك بماليزيا رفقه كيلانتان، وسابات كذلك بدوري سنغافوره رفقه فانوس، بيرسيفا من اندونيسيا، وستيرو من تايلاند، بلاتينيو ستار من جنوب افريقيا، درب المنتخب بوتسوانا اللي كان لعب نهائي كاس قصبة، وكذلك 2019 مع منتخب ليبيريا. يمكن ما عندوش تجربه طويله على مستوى الكره الافريقيه، ولكن يحاول انه يمشي منتخب ليبيريا لبلا الحلم هو الوصول مرة ثالثة على مستوى نهائيات كأس إفريقيا، ولو أن تبدو المهمة صعبة. يحيى تطلع لعبة الكرة جيدوز بجانب أمين حارث، تدخل وإبعاد خطورة قاعدة المنتخب الوطني المغربي. واحد الساعة واقفين مزيان، ولكن حنا اللي مساعدين لأننا تنتسرعوا، ما خصناش نتسرعوا، خصنا نتسرعوا الكرة فقط ولكن ما نتسرعوش. وبالتالي تنظن على ان المنتخب الليبيري بدا تيكتسب شويه الثقه ايضا في التكتلات ديالو، مازال ما قدرناش نخترقوا، لازم ما نتسرعوش، نرجعوا بالكره للوراء ونوسعوا الملعب باش نلقاو ثغرات. بدا التمريرات بالفعل بالنسبه للاعبين ديال المنتخب المغربي. ايوب الكعبي، كان هناك مضايقه وتغطيه من كواكين اديبور، حذاري من انطلاقات من الجهه اليسرى، هذا لعب دور لي ديال ايوب الكعبي، امتاز جلد فوق الخطا اشرف حكيمي، يحيى جبران، سامي بايي، سنلعبوا كره بسرعه حتى انه سيطمروا رئيس الحكم على ظهر المدافعين، اخذوا على مستوى امتلاك الكره 66% بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، ولكن ننتظر الفعاليه الهجوميه. يحيى جبران، فيصل الفجر، تعقيب جديد ليحيى جبران، يجربوا سامي بايي، سامي بايي الكرة ليوسف عنصيري، مرة أخرى سامي بايي، عز الدين أولاحي، أشرف حكيمي من الجهة اليمنى، أشرف حكيمي، أعتقد أشرف حكيمي تمريرة ممتازة في جناح يوسف عنصيري، خروج الحارس، خروج الحارس سعد الطوبي، كانت فكرة جيدة من أشرف حكيمي، أعتقد يوسف عنصيري من الجهة اليمنى. دابا هاد المنتخبات توضعوك في حيرة، لأن تيغلقوا عليك الغمق العمق وتيخليوك يعني في حيرة، خاصك تركز أنت كمدرب، خاصك تعطي يعني تعليمات للاعبين ديالك ما يزيدوا من الكتلة العددية، تنشوفوا أن فيصل فجر ما تيزيدش هو وجبران، وأيضا الضعف ديال المرتدات ديالهم، خاص يكون عندنا تخوف واحتياط كبير، إلا بغيت يعني تكسر هذوك الخطوط لازم عليك تزيد الكثافة العددية خويا هشام. استرجع كرة على مستوى وسط عميدان، شاف الكرة في الجهة اليسرى وسط لاعب أمين حارث، كينتظر المساندة دائما أمين حارث.
الوحيد هو عدم ترك المساحات، وهذا الشيء يشكل خطورة. فضيل كما ذكرت لك على أن ربما وسط الميدان اللي هو القلب النابض ما لعبش بزاف ديال المباريات كثيرة، وتنوجدوا صعوبة في هذوك التحركات وإيجاد الحلول في وسط الميدان. من بعد 33 قطعة صفر فرصة، فهذا الشيء حكيمي لعب المحتاط بها الكره الى جانبه فيصل فجر.
ايوب الكعبي تقديم جديد لسامي سنة بالنسبة غادي يكون إلى جانب منتخبات تنزانيا و
نيجيريا. تعادل تعادل يا حبيبي التعادل.
المنتخب الوطني المغربي التعادل السلبي السفر مقابل السفر اشياء كثيره سلبيه ظهرت في هذا السفر مقابل السفر لا على مستوى الاداء ولا كذلك على مستوى النتيجه. ابدا بسي مشيد الخال، ماذا يمكن ان يقال بخصوص هذه الجوله الاولى والنتيجه المسجله بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي؟ المنتخب الليبي كيدافع بعدد كبير من اللاعبين وتلبو كنا كنتظر انه يدير بلوك با في الفتره الاولى، دارنا ضغط، دار بلوك ميديون، كذلك دار رقابه على اللاعبين المهاجمين باش انهم ما يخرجوش من ليزاسباس، حاولنا فتح الملعب بصعود اظهره، وشنا كم من مره ان لا حكيمي لا عاد يطلع انهم كيتعرضوا بالحفاظ الكثير العدديه، ولكن الطلقمه ديال المدافعين ما غياب يعني تسجيل عكس مقابله تسجيل الفريق الجماعي الصغير، كذلك الكره اللي كنا كنتمناو انها تجي هي كره ثابته، لان في كره القدم كنعرفوا ان كاين الهجوم الدفاع والتحولات، كذلك كره ثابته اللي كتقدر تكون حل من الحلول فضل ان الخصم كيكون طاج على الورا. جات كره ثابته في اخر الشوط الاول كنا كنتمناو تسجيل باش انه الشوط الثاني يتحل اللعب ونشوفوا المنتخب الوطني يكون عنده ليزيسبونس، نشوفوا المهارات ديال اللاعبين، ولكن ما شفنا حتى شي شيء. ويبدو ان بيتر بالتر قرا جيدا المنتخب الوطني المغربي، ونحن من تحدثنا اليوم انها مواجهه منتخب ليبيري، منتخب مصنف تصنيف متاخر، منتخب ولكن على حال كره الدروس التي تقدم وعلى الدروس التي يجب استخلاصها بالنسبه لهذه الجوله الكارثيه بكل ما تحمل الكلمه. صحيح انه دائما ما بقاوش فرق او منتخبات ضعيفه بكل صراحه، تنظرنا على الورق ممكن نقولوا انه هذا المنتخب هذا اقل مستوى من المنتخب المغربي. الفريقين كنا توصلوا يعني ودرنا عده محاولات الدفاع ديال المنتخب الليبيري كما قلتي اللي قرا المنتخب المغربي ما عطاش حلول، تنظن بانه حتى الطريقه اللي لعبنا بها 4-2 لوزونج ما عطاتناش واحد الحريه في دير التكتلات، انا نظري كنا نلعبوها مع 3-3 وهادشي اللي ربما يكون في الشوط الثاني، لانه علاش؟ لانه حريت مع المنتخب الجنوبي الافريقي لعب على اطراف وكان فعال، علاش؟ لانه كان تيلقى نجاحات وكان حتى تراجع المنتخب الليبيري وتنشيطه الدفاعي ليست تلك الصوره اللي نقول بانه يعني متراجع بشكل كلي، هو كنحسوا في بعض الاحيان التنشيط ديال الدفاعي في نوع من الذكاء، يعني تحس بان التواجد جدارين دفاعيين، اول على مستوى يعني منطقه الجزاء والثاني متقدم من اجل الضغط وكسب الكره وتقصير الهجمات، خصوصا بالنسبه للاعبي وسط ميدان المنتخب الوطني. عارف المنتخب الوطني الصعوبه ديالو هي في كيمسكوا اللاعبين الكره في المنتخب الوطني وكيبقاو الحريه في التمرير، فهما فيما كي لاعب ديال المنتخب الوطني كيمسك الكره فكتلقى عليه كيضغطوا عليه لاعبين ثلاثه لاعبين، حتى الخطه اللاعبين بادين 4-4-2 يعني 4-4-1-1، لان عندهم مهاجم هو اللي كيدير اول واحد كيضغط والاخرين كيديروا لا كوفرتير وكيمشيو باش يعطلوا يعني التقدم ديال المنتخب الوطني. بالنسبه للاشكال اللي عند ليبيريا اللي كنا غلقوا فيه الاشكال وكان عندهم تحولات سريعه كتمر بسلاسه، لانهم واخا انهم كيستخلصوا الكره شفت الصوره معبره لوحيد الروسيتش وحيد اللي معذب الان امام منتخب ليبيريا في الوقت اللي المنتخب الكرواتي متقدم على المنتخب الفرنسي بقلب فرنسا برسم الدوري الاوروبي. وهذا راه غيجي ضغط علينا لانه في المنتخبات اللي كيكون معك الجروب حنا كنهضروا على كاس العالم، لانه لذلك حنا كنتحدثوا دائما على الجاهزيه لكاس العالم. الجاهزيه اللاعبين الان الموجودين فتكلمنا على الحارس في ندخل في الشوط الثاني مع جنوب افريقيا كانت الاضافه ديالو اكثر، لانه كان فريق الخصم كان متعب لانه كيدافع بشكل كبير ففي ندخل قال المساحات الان لاعب رسمي فما لقاش ديك المساحات، حنا تكلمنا اكثر من مره على تحليل الفيديو فهم شافوا ان اللاعب حريف مهاري لاعب مهاري لا هو لا اناحي فهم كانوا كيضغطوا عليهم ما كيخليوش لهم هذيك المتعه باش انهم يراوغوا، فلذلك ما شناش وسط الميدان ما كانش كيشتغل بشكل جيد. جبران كنظن انه قام الدور ديالو لانه كما كيكون هو كيدير بالفعل. اذا في ظل هذه المعطيات بالنسبه لهذه الجوله الاولى كما قلنا ربما اسوء
جولة بالنسبة للمنتخب الوطني العربي منتخب ذات منتخب بعد الرتوشات وقد الرتوشات الفرقات فرقات وكنعركوا معهم اش من منتخب هذا منتخب ديال الكرطون وكذلك اظن الشاكلة هذا بالنسبة للشوط الاول في حدود تقريبا الدقيقة 43 هل هي اشارة بانه الوحيد يعني سيقوم بالتغيير مع بداية الجولة الثانية الا لكان تغيير اضطراري ربما بعض اللاعبين اللي سيس ربما بين بانه ربما يكون هو اللي طلب شونجمون ولا ربما المدرب شاف بانه يعني اللاعبين ديال وسط ما كانوش كرات يعني باش غنحكموا على سيس ولا على مايي بانه لاعبين اللي كانوا سيئين او جيدين فتنظر بانه ما كانش هناك يعني تقييم بالنسبه لل يعني الدفاع ديال المنتخب المغربي عكس اللي تتكلموا على وسط الميدان ولا سيما وسط الميدان الهجومي وايضا الهجوم فتنظر بانه اللاعبين ما كانوش هناك يعني حتى رده الفعل ديال المنتخب الليبيري ولو وقلا كره او كرتين اللي ربما وصلوا للمنطقه بعد العمليات اما ما تبقى كل الكره كانت معروف كانت يعني في وسط الميدان ولا سيما في الملعب ديال المنتخب الليبيري ولكن بدون فعاليه ما كاينش هناك حلول ولو كرة وصلت يعني إذا في ظل ذلك شوط ثاني شوط ثاني ودخولها كما وشالي من حارث وأناحي وما إلى ذلك لكن الآن دكات المدرة كذلك ستجي الأنظر من جديد شوط ثاني أولا تغيير هذا الصورة الشاحبة بالنسبة للمنتخب المغربي عن الفرص يعني لا يكون الشوط أول بدون فرصة خطيرة للتشكيل كنا كنتمنوا انه الشوط الاول يخرج بنتيجات يعني هدف ولا هدفين باش اننا في الشوط الثاني نقدروا نشوفوا لاعبين اخرين اللي تقدروا تشوفوا واش تقدر تعتمد عليهم في مستقبل الايام كان لاعب رحيم تيسوداري تعطاه تجيني فرصه باش انه نشوفوا واش قادر انه قياده هجوم المنتخب الوطني في ظل اننا ما كناش كنسجلوا بشكل كثير خاص التغييرات اللي تفت في التكتيك فان المباراه تشوف بعض الامور اللي هي مستعصيه فاكيد خصها تكون واحد التغييرات لحظيه صح فنقدروا اننا ندفعوا باش انك تلقى الحلول لانك الفريق الخصم ديالك كيكشف على الاوراق ديالك كتشوف الطريقه ديال اللاعب ديالو كتشوف انه موجود امور لا تبشر بالخير بالنسبه لوحيد روسيتش وطلب المنتظر في الجوله الثانيه سننتظر ماذا سيحدث بعد هذه المباراه كل شيء ممكن شكرا جيد خير شكرا سعد الحشمامي شكرا لكم مشاهدينا الكرام نلقاكم بعد نهايه ديما مكونيكتي انت الاول هاد الصيف مع نمره وربحه ديال اورانج شارجي النمره ديالك وشارك باش
يوسف عبصيري في المكان المناسب يتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي بعد دقيقة واحدة عن هدف فيصل فرج. إذن يوسف عبصيري يتمكن من الوصول لمرمى الحارس سعد بوطوبي بعد تمريرة ممتازة ليوسف عبصيري من حزب الأولعي يتمكن من وضع الكرة في الشباك وثاني أهداف المنتخب الوطني المغربي ببداية قوية في هذه الجولة الثانية وفرحة كبيرة للجماهير المغربية الحاضرة بالمركب الرياضي محمد الخامس من أجل مساندة أسود الأطلس ومساندة المنتخب الوطني المغربي. يوسف عنصيري بعدما سجل هدف التعادل أمام منتخب جنوب إفريقيا ينجح في تسجيل هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كنتابعوا يحيى جبران تمريرة باتجاه لاعب فيصل الفجر كيبرر باتجاه عز الدين أولاحي بلمسة يمرر يوسف عنصيري الذي يضع الكرة في شباك الحارس طومي وثاني أهداف هذا المباراة. هدف اللي غادي يعطي الثقة الآن للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي غادي يخلي أنه لاعبين ديال المنتخب الليبيريا أن يخرجوا من هذا التخوف الدفاعي وهذا التنظيم الدفاعي وبالتالي أنه لقوا حلول ولقوا مساحات بإمكان تعطي أهداف أخرى للمنتخب الوطني المغربي. هذا الغيار منتظر أخويا هشام لأن عارفين بأن قدرات المنتخب الليبيريا ما عندهاش قدرات عالية. كنا حنا متخوفين من الأداء ديال المنتخب الوطني ديالنا. إذا غادي يبدا الغيار لأن المنتخب الليبيريا لعب بالرغبة على أنه يزعج المنتخب الوطني. المنتخب الوطني بصوت أول ما ظهرش مستوى عالي. إذا استغلنا بعد الهفوات اللي استغلنا من الهدفين ولا الغيار وغصب المباراة الهدف التالي لفائده المغرب في الوقت اللي تبعنا تشيرمان سيون اللي كان وراء هذه التسديده الاخيره اللي بالتالي تحولت في الزاويه لفائده المنتخب الليبيري لانه الان ما عندوش خيار اخر. منتخب ليبيريا الى انه يلعب ويفتح اللعيب امامنا بيتر بيوكلير لم ينتظر هذه البدايه القويه ديال المنتخب الوطني المغربي خصوصا تقريبا 11-12 دقيقة ينجح في الوصول مرة تعيد لمرمى سانغوتومي. أنتبهوا هذه الزاوية لفائدة منتخب ليبيريا تعبات دائرية تدخل الآن لابد أن يستثمر هذا المرتد الهجومي عز الدين أولاحي ولا تدخل تقريبا كان استضام عفوي ولكن كان استضام أمام عز الدين أولاحي بالنسبة لسامارو محمد إبراهيم أمامنا لعب رقم 7 تابعوا كان تدخل بالكتيف يعني خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ونحن نقدم مباراة كبيرة 60 دقيقة من المستوى العالي إلى جانب حارث وأيضا جبران لشتي منبع الخطورة من جهة الهدف الثاني فجبران ريكيبيراسيون دبار وكنا تنطالبوا بمحور دفاعي وإبرة رأس الإبرة محور دفاعي يكون جيد عنده قراءة جيدة ريكيبيرا البارون بسرعة دخل الوسط ميدان الفجر وبالتالي كانت السرعة في تمرير الكره اللي استغلنا فوات في الدفاع ديال المنتخب الليبيري. فيصل الفجر في غير اتجاه كره عند عز الدين اولاحي اشرف حكيمي انطلاقه في الجهه اليمنى اشرف حكيمي مراوغه يبحث على المساعده اشرف حكيمي اللي اعرب عن ساعته بالفوز امام جنوب افريقيا كما انه احتفل بمباراته ال50 مع المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصة خطأ هناك خطأ بالفعل خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي تدخل أمام أمين حارث. قلت على أول مباراة كانت الحكيمي بقميص أسود في أكتوبر 2017 عندما دخل البديل للاعب والمدافع فؤاد شارفيل في مباراة ودية كانت ضد كندا فيما الهدف أول تصفية كأس العالم 2018 كان ضد منتخب ماضي المنتخب المغربي بستدل الأهداف وبالتالي أشرف حكيمي اللي احتفل بالمباراة ال50 غتابوا هذا الخطأ وقد يكون أشرف حكيمي وراء هذه الكرة بعدما كان الشوط الأول خطأ على مشاهد مستطيل العمليات اللي نفذوا غالب سيسو مرات الكرة بسنتيمترات على مرمى الحارس سانغوتومي غتابعوا الآن هذا الخطأ وهذه الكرة الحكم محمد علي موسى الحكم بن عدي جير كيطلب الآن من اللاعبين المنتخب الليبيري أنه عندهم الأمتار القانونية من أجل تنفيذ هذه الكرة الثابتة. يحيى عطية الله كذلك من اللاعبين اللي كيسدوا بشكل جيد لأنه كيلعبها بالرجل اليسرى وبالتالي غنتظروا هذه الفرصة وهذه المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هي في المكان المناسب وكتسجل بزاف ديال الأهداف تتوقع أنها تكون على الأقل خطيرة أو لما لا غادي يسجلها
أشرف حكيمي في حديث فيما بينهما وننتظر تسديد وتنفيذ هذا الكرة الثابتة، لأن الحكم دائما في حديث مع اللاعبين أنه يبقوا في الملعب. بسم الله الحقيقة الصوت إذا نتابعوا هذا الخطأ يحيى عطيط وأشرف حكيمي وإلى جانبهم كذلك فيصل فجر لأجل تنفيذ هذا الخطأ وهذا الكرة الثابتة. فيصل فجر أو يحيى عطيط، يحيى عطيط كيسدد كرة كتبت في الحائط، كانت فرصة لفعلات المنتخب الوطني المغربي والشوط الآن لمنتخب ليبيريا، كانت استدادة قوية ولكن الكرة اصطدمت بحائط الصد. غادي تنفذ الشوط. الحمد لله خويا هشام، اليوم لاعبي البطوله بينوا على الكفاءه ديالهم، الجهه اليسرى لاعبها عطيت الله بطمئنان، ايضا وسط الميدان جبران اللي ريكيبير البالون بزاف و تيلعب دائما للامام. اذا تنظن على ان هاد اللاعبين تيستحقوا على الاقل اعطاء فرص كثيره، ونتمنوا من الله على ان اللاعبين اللي استحقوا هاد المكانه وحمل القميص الوطني انهم يكونوا متواجدين. إذا سالي الأبناء والأن اللي كيستعد لدخول المتابعين إصابة ديال عز الدين ملاحي، تابعوا التمريرة حرق قديم إن شاء الله. لعب زكريا أبو خلال واللي كيستعد للدخول في الوقت اللي كتابعوا الهدف الثاني اللي كان الوقع ديالو على لاعبي منتخب ليبيريا، لأنه جاء بعد دقيقة واحدة من هدف فيصل فجر من نقطة الجزاء. يوسف عنصيري اللي تمكن من تسجيل ثاني أهداف هاد المباراة. لاحظوا هاد الفرحة الكبيرة ديال الجماهير المغربية، لاعبين الصغار جماهير الصغار وكبار اللي حاضرين فيما أمام المهدي بن عطية من تسابق المنتخب الوطني المغربي. إذا سالم أملاح واللي غادي يدخل الآن، قد نتابع كذلك بعض اللاعبين اللي يمكن تابعهم خلال هذه الجولة التالية في الوقت أمامنا. عز الدين ملاحي اللي تلقى الإسعافات الأولية، غادي تنفذ الشرط. تنظر على أنه غير وسط الميدان وغير المهاجم، نجيب أن أبو خلال أيضا تستعد أملاح. أمامنا عز الدين ملاحي، كما بان هناك إصابة ديال اللاعب عز الدين ملاحي، اللاعب اللي كان وراء التمريرة لمنحة الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يوسف عصيري الضغط على المدافع قميص سامسون هو الثاني شرط لفائدة المنتخب الوطني المغربي، اللي بإمكانه أنه يضيف أهداف أخرى. صراحة نواجه منتخب لمنتخب عادي، وبالتالي بإمكان أنه نشوف أكثر من هدف. إذا سليم أملاح اللي كيساعد الدخول وزكريا أبو خلال، إذا سليم أملاح كياخذ مكان عز الدين ملاحي. زكريا أبو خلال لاعب فريق زيد أكمر الهولندي أمامنا يستعد كذلك للدخول. زكريا أبو خلال يضمن فريق ديالو عزيز أكبر مكان رسمي في الدور الثاني مسابقة الدوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فريق ديتاس أونلاين في آخر الدوري اللي كان في السن واحد. أبو خلال لم يشارك منذ البداية ودخل كبديل، ولكن ساهم في الهدفين الخامس والسادس. إذا خروج يوسف عنصيري ودخول زكريا أبو خلال اللي كيدخل الآن. غير اضطراري بخروج نجم تقريبا من نجوم هذه المباراة ونحي يلعب ثلاثة، وأيضا تغيير مصيري لسجل هدف. إذا بوست بوست ونشوفوا واش هاد اللاعبين غادي يعطيو شوية ديال القوة. كان تدخل أمام لاعب أمين حارث، الحكم كيعلن على خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تابعوا المراوغات والإمكانيات الكبيرة ديال لاعب أمين حارث، صراحة في قارب كبير بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي واللي تألق هذا الموسم رفقة فريق مارسيليا الفرنسي، وكتعتبر واحد من النجوم الآن ديال الفريق الفرنسي. تابعوا خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي وراء الكرة فيصل فجر منطقة الجزاء لتعبات الكرة حكم كيمنح خطأ للاعب والمهاجم تيرمان باكسيان. منتخب ليبيري الأولى عاجز حتى على امتلاك الكرة وإيصالها 30 متر الأخيرة، وهادشي تحدث عليه في البداية خويا هشام على محدودية الكرة.
قليل هنايا الكرات طائشه، ما بقاوش يعني يحتكروا الكره، ما بقاش عندهم هذاك القوه الذهنيه اللي كانت عندهم في 45 دقيقه الاولى. اذا الا سرعنا شويه اللعب نقدروا نسجلوا اكثر من هدفين، نقدروا نوصلوا الحصيله ديال ربعه الاهداف. خويا عايش تبعنا بيتر جوتلر المدرب الايطالي اللي حصل كتبادي على الملامح ديالو، خصوصا بانه بعد جوله كانت مثاليه بالنسبه للمنتخب الليبي ولو على لمستوى التنظيم الدفاعي، ولكن بدايه الجوله الثانيه تبعنا المحاولات اللي اعطت هدفين بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. اشرف داري كيلعب الكره لسليم املاح، وصلت الكره لسامي ماي، كره في الجهه اليسرى فيصل فجر، تمريرة خاطئة فقط عند لاعبي ديال المنتخب ليبيريا، وصلت للاعب جمال عربو كتضيع الكرة وصلت لفيصل فجر، فجر كيلعب الكرة طويلة البحث على أيوب الكعبي، أيوب الكعبي فرصة لبعدة المنتخب الوطني المغربي، ولكن أيوب الكعبي ما تمكنش أنه يوضع الكرة أمامه. تشيرمان الحكم كيمنع خطأ للمهاجم مزيان تشيرمان سيان وملاحظة أخويا هشام في المباراة ديال المباراة الأخيرة هو أننا كنا تنخلقوا فرص كثيرة وتنضيعوها، وهاد المباراة ما خلقناش فرص وسجلنا من جوج ديال الفرص اللي سجلناها. إذا هناك تغيير ثالث في صنف منتخب ليبيريا، خروج محمد إبراهيم سوباورو الذي يلعب بالدوري القبرصي، واللي غادي يدخل لاعب رقم 21 مولي وليكي كابي. التغيير الثالث في صفوف منتخب ليبيريا، خروج ابراهيم سوباورو اللي تبعنا بانه كانت عنده تعليمات دفاعيه، وتبعنا بانه بعد عدد من الكرات كره في عده منتخب ليبيريا لجمال اراغو. استطاع دي خواكيم اديكور كرة في جهة اليسرى، جمال اراغو كيمرر لبحث عن اللعيب تشيرمان، ولكن هناك تغطية ممتازة من اشرف داري اللي كيمرر في جهة الحارس ياسين بونو، ياسين بونو اللي كيلعب كرة اشرف داري تمكن من انه يوصل كرة قبل ما تخرج، استطاع دي زكريا هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي وتدخل وكرة في الشوط دي بعدة المنتخب الوطني المغربي، كانت فرصة وانطلاقة ديال اللاعب زكريا كوكلان، لاعب اللي الآن عنده تروة بدنية وبالتالي بإمكانه أنه يعطي قوة للوجود ديال المنتخب الوطني المغربي. ضروري وعارفين بأنه تيكون يعني دائما ما تيعطي الإضافة، إذا بوخلا تنتظر منه أنه يستغل الفرصة، أنه من أصعب الفرص يقدر يسجل لك أخويا هشام. حكم كيمنع خطأ ديك السقوط ديال اللاعب والمدافع اشرف داري. حسب التغييرات اخويا هشام المدرب الانجليزي همه الوحيد هو عدم استقبال بزاف ديال الاهداف، لان النهج التكتيك يبقى مصر عليه، تغيير الاسماء وما غيرش يعني التشكيله، ما ندافعش كليا، همه الوحيد هو انه ما يستقبلش بزاف ديال الاهداف. كتبوا الهدف الاول ديال فيصل فجر من نقطه الجزاء، الملحات الهدف الاول في عده المنتخب الوطني المغربي هو بلمسه من عز الدين الملاحي ليوسف انصيري، يتمكن من وضع الكره في الشباك، الهدف الثاني في عده المنتخب الوطني المغربي في هذه المباراه، كره في الجهه اليمنى في عده المنتخب ليبيريا، هناك خطا كان واضح تدخل امام اللاعب سليم املاح لدخل خلال هذه الجوله الثانيه. لاحظت هذوك الفوارق التقنيه اللي بيننا وبينها تعودوها اللاعبين الليبيريا بالتدخلات القويه والالتحامات البدنيه، اذا الحذاري ما بغيناش يعني عندنا اصابات، ما بغيناش يتصابوا لنا بزاف ديال اللاعبين. كتبت المحاوله من الجهه اليمنى زكريا بوخلان ممتاز، زاويه وي تقريبا له زاويه، لانه الكره مسات اللاعب دوي سامسون، هل مساته هي كانت خارجه؟ غادي نتابعوا لزكريا بوخلان، مشات الكره هنا تقريبا له زاويه لبعدة المنتخب الوطني المغربي، على عين الحكم المساعد كان عنده راي اخر في الوقت التمريره في الجهه اليمنى، هو تغطيه من سامي ماي، حاول من طرف اللاعب فرانس باردي
يحاول المنتخب الليبيري انه يلقى بعض الحلول على مستوى الهجوم اللي يتمنى بانه العناصر الوطنيه تستغل المساحات وتستغل المرتدات انه بامكاننا ان نضيف اهداف اخرى في هذه المباراه. غادي نتابعوا هذه الزاويه دور لي ميرفي لعبه الكره الدائريه تعود من جديد لفائده منتخب ليبيريا. كتمشي الكره في الجهه اليمنى الحكم كيقول بانه الكره ما خرجتش دائما لفائده المنتخب الليبيري على مستوى الجهه اليمنى. جوستان بول اللي دخل خلال الشوط الثاني تمريره ولكن بعيده على مرمى بولو. كان الجماهير المغربيه تتابع هذا المباراه والاكيد بانه التفكير في الوضعيه اللي يمكن ان يوصل عليها المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كاس العالم لانه كتبقى محطه مهمه بالنسبه للعناصر الوطنيه في الوقت اللي سفيان الرحيمي لاعب فريق العين الاماراتي وليد السعد الان سيكون المنتخب الوطني المغربي قد بانه يتواجد جديد جانب بلجيكا كندا ومنتخب كرواتيا في مجموعه قويه. وتابعنا على مستوى دوري الامم الاوروبيه كان هزيمه في اللقاء الاول امام النمسا واكتفى في الجوله الثانيه بالتعادل 1-1. الجوله الثالثه فاز على الدنمارك في وقت منتخب بلجيكا كان كذلك انهزم امام منتخب هولندا 4-1 وكان امام هولندا 6-1. وخلال الجوله الثالثه تعادل مع الولايات زكريا ابو خلال تمريره عرضيه ولكن ما كانش هناك متابعه. بالتالي هناك تغطيه من طرف يدخل خلال هذه الجوله الثانيه بالنسبه لمنتخب كندا. ذكر بانه استاهل دوري امم كونكاكاف بفوز امام كوراساو 4-0 وغدا سيواجه منتخب انهيل دوراس. تنظن من خلال اللي دخل رحيمي فربما غير التشكيله الاربعه جوج ديال المحاور املاح و يعطي الى جانب امين حارث اللي عطاه دفعه قويه للمنتخب الوطني المغربي تمكن من اضافه هدف ثاني بعد ما تمريرة امين حارث في اتجاه لاعب ايوب الكعبي سجل هدف ثاني. امين حارث كما قلت لاعب كيبقى من قطع الغيار الاساسيه والمهمه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. دخول سفيان الرحيمي بامكانه كذلك انه يعطي دفعه للمنتخب الوطني المغربي في هذا الدقائق. زكريا ابو خلال دائما محتفظ بالكره حكم كيبان خطا ضد اللاعب زكريا ابو خلال هو لفائده مدافع جمال اراغو. دار بوست بوست خرج لاعب بلاعب دونك تنظر على انه بغى يعطي فرصه لرحيمي. نتمنى ان الدخول ديال الرحيمي يعطي الاوك ديالو لان صراحه جميع المباريات في الاقحامات ديالو تيكون ممتاز وتسجل ولا تيخلق متاعب للخصم. تمنى في الجهه اليسرى تشكر من على نانجي وشرط فائده المنتخب الوطني المغربي. غادي يتفادى من طرف المدافع اشرف حكيمي ليوسف او سليم املاح بالفعل ليحيى جبران تمريرة في اتجاه لاعب صعب يبايي غادي يغير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى. انتبهوا هذه المحاولة في هذا المنتخب الوطني المغربي يحيى عطيه طلا سفيان رحيمي. سفيان رحيمي انطلاقا من الجهة اليسرى سفيان رحيمي كان الدخول داخل المعترك تمريرة وتدخل الدفاع يبعد الكرة ويبعد الخطورة. سفيان شرط في هذا المنتخب الوطني المغربي. سفيان رحيمي من جديد طلع الكره دي فرصه في الوقت الحكم كان هناك صافره تواجد يحيى عطيطلا يحيى جبران واشرف داري اللي تنتظروا مباراه مهمه يوم الخميس المقبل لقاء الديربي منتظر بين الرجاء الرياضي البيضاوي والوداد الرياضي البيضاوي على مستوى الدوري الاحترافي خصوصا التنافس القوي بين فريقين والغريبين الرجاء والوداد من اجل الفوز بلقب هذا الموسم. تبدو ان المباراه كذلك تعطي صوره جميله وصوره مثاليه بالنسبه لكره القدم الوطنيه والكره لفائده منتخب ليبيريا. مشات الكره في الجهه اليسرى جمال اراغو
تعود للمدافع الان نجي تمريره طويله فقط لاشرف الضاري مره في جناح اشرف حكيمي حكيمي انطلاقه ديال زكريا ابو خلال تمريره في جناح زكريا ابو خلال ولكن اقرب للمدافع تدخل وخطا كان وضعه منتخب ليبيريا اصبح عاجزا تماما على الاقل الوصول لانه ما شفناش في الشوط الثاني حتى الجوله الاولى ما كانش هناك خطوره من منتخب ليبيريا اكثر بان منتخب ليبيريا حاول انه يغلق كل الملفات امام المنتخب الوطني المغربي تابعنا التدخل كان امام بانسا بالدي في الوقت لمحاوله اخراج الكره بالنسبه لعناصر منتخب ليبيريا تبدا انه يكون الضغط وبالتالي يسترجع الكره فرصة ولا خطأ بالفعل هناك خطأ تدخل لأنه سفيان الرحيمي السرعة ديالو تمكن على وصل الكرة وبالتالي دفع بالمدافع يرتكب خطأ وخطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي تابعوا تدخل كان ديال زكريا أبو خلال أمام المدافع برانس بالدي وبالتالي كان هناك إنذار لزكريا أبو خلال رغم الأهمية ديال المباراة ولكن صراحة ما كاينش هناك تدخلات قوية منتخب ليبيريا يلعب صراحة كرة نظيفة نتابع هذا الخطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي فيصل فجر غادي يحاول يلعب الكرة دائري داخل منطقة الجزاء الوقت اللي كان تابعو تحركات ديال اللاعبين في منطقة الجزاء فيصل فجر يستعد لتنفيذ هذه الكرة الثابتة الوقت اللي الحكم الحديث مع سامي ماي وكذلك اللاعب موري اللي دخل خلال هذا الشوط الثاني اذا نتابعوا الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي نتمنى بانه يعطي هدف ثالث للعناصر الوطنيه اشرف حكيمي غادي يحاول يلعب الكره داخل المستطيل الصغير فيصل فجر تعبات الكره دائريه راسيه ولكن تدخل ديال الدفاع كتمشي الكرة الشرشة في فائدة المنتخب الوطني المغربي اللي كيحاول دائما يخطط على الدفاع ديال المنتخب ليبيريا فيصل فجر اللاعب اللي يشيد أشرف حكيمي لزكريا أبو خلال حكيمي من جديد حكيمي دائما محتفظ بالكرة يمرر اتجاه اللاعب سليم املاح كتضيع من الكرة حذاري من المرتدات الهجومية السريعة تمريرة في الجهة الأخرى ولكن هناك تغطية ممتاز أشرف داري في المكان المناسب ما لاحظتش أشرف داري وكأنه لعب بزاف ديال المباريات تابع المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط الكرة لسفيان الرحيمي سفيان الرحيمي غادي يحاول يرفع الكرة بفرصة كان البحث على أيوب الكعبي ولكن هناك تغطية من طرف المدافع على جيني بعد الكره وبعد الخطوره استطاعت من جديد فائده المنتخب الوطني المغربي بحث على ايوب الكعبي ولكن فقط تدخل الدفاع لكي بعد الخطوره الله اذا اللاعبين اللي دخلوا بالرغم من استدعائهم 24 ساعه قبل المعسكر بانوا كانهم عندهم يعني قدرات عاليه وهذا راجع للثقه ديالهم اللي اكتسبوها مع الوداد التنافسيه لعيب عدد كبير من المباريات بدوري ابطال افريقيا فهذا مهم جدا وكذلك الفوز باللقب اللي عنده شحنه كبيره لهذا اللاعبين هي عطي الله جبران واشرف ضهري منتخب الوطن المغربي يفوز في هذه المباراة تقريبا بنسبة كبيرة من التأهل لنهاية كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 حتى الآن بالنسبة لباقي المجموعات بالنسبة للمنتخبات اللي تمكنت من الفوز بمباراتين هناك بوركينا فاسو بالنسبة للمجموعة السادسة كانت تتواجد إلى جانب الرأس الأخضر وطوغو وإسواتيني ثم منتخب الجزائري اللي حقق انتصارين في المجموعة اللي كتضم نيجر وغدا وتنزانيا ثم منتخب مالي كذلك حقق انتصارين في المجموعة كتضم الكونغو غامبيا وجنوب السودان وكذلك منتخب السنغالي بانتصارين في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب موزمبيق رواندا والبنين ونفس اللحظة الكعبي يعني ملاحظة مهمة أنه تيتحرك بزاف باغي عنده رغبة على أنه يسجل ونتمنى من الله على انه يسجل المره الثانيه على التوالي كما حصل لمصيري لان هاد اللاعبين غنحتاج
سجلوا على المستوى الذهني يكونوا اقوياء، لان اللاعب المهاجمين اللي سجلوا بزاف ديال الاهداف تعطيهم ثقه كبيره اخويا هشام. هناك انذار لانه كان تدخل امام اشرف حكيمي طرف اللاعب دوردي ميرفي، تدخل امام اشرف حكيمي. تحدثت على النتائج ديال المنتخبات في هذه التصفيات، فنذكر الفوز الكبير ديال منتخب نيجيريا على منتخب ساو تومي وبرنسيب 10 اهداف. سيري سيري سيري، انت لعبوا قبلني قبلني راه لاعب، اش نخرج انا تمشي ليا ل شفتي لك علاش ما تقبلني؟ خاص ضروري تقبلني. ما قبلتينيش. لعب معاه على 20,000 نخليه هو 20,000 خاص تلعب معاه. المانيين تيلعبوا مع فرق يعني ضعيفه باش تطبق على هذوك الامور يعني الهجوميه باش اللاعبين تكتسبوا الثقه خصوصا في السوق الهجوم. الاحترام الخصم كيبقى هو انه تلعب بكل الامكانيات ديالك وبالتالي بكل واقعيه، وهذا هو تعادل مع منتخب نيجيريا. سيرا اليوم امام غينيا بيساو تعادل عشيه اليوم بجوج الاهداف في ميدان. دخلوه كذلك للدخول تبدا المحاولة بين منتخب ليبيريا حذري من التسديد، هناك تغطية من يحيى عطية الله هو الحكم كيمنع خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت لإنذار آخر في صفوف منتخب ليبيريا. المرة لجوستان بول تبدا المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي سفيان رحيمي. لا 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 كرة في الشرط لفائدة منتخب ليبيريا. وحتى هاد المباريات مثل هاد المباراة غنستخلصو منها بزاف ديال الأمور الفنية، لأن تحليل الأداء في هاد المباراة غنستخلصو منها بزاف ديال الأمرين في إيجاد حلول. أولا تحية الذكاء بعض اللاعبين، لأن صراحة مخلقناش فرص كثيرة. المباريات السابقة تنتحدثو على مثلا ثلاث أهداف، هنا راه مخلقناش بزاف ديال الفرص ولكن استغلنا أكثر الفرص. إذا خروج أيوب الكعبي ودخول طارق تيسوداري، طارق تيسوداري لعيب إمكانيات مهمة، العمل ديال هذا اللاعب بإمكانه أنه يكون واحد من اللاعبين اللي يعطيو إضافة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي اللي تعلق هذا الموسم مع فريق لاكوندواز المستوى البلجيكي، توقيع 27 هدف مع صناعة ديال 9 أهداف في مختلف المسابقات، وقد الفوز بجائزة إبان كأفضل لاعب أشهد يلعب بالبطولة البلجيكية. أشهد فيصل فيصل لعبات الكرة دائرية، تدخل ديال الدفاع وسط الكرة للاعب دوردي ميرفي، تمريرة بحثة على لاعب تشيرمان، هناك تغطية من سامي ماي يحيى جبران. نذكر بأنه بالنسبة للبرنامج ديال المنتخب الوطني المغربي فاللقاء الثالث سيكون يوم 20 مارس من السنة المقبلة بحول الله، اللي غادي يكون أمام منتخب جنوب إفريقيا، فيما اخر مواجهه ستكون امام منتخب ليبيريا 28 من شهر مارس من السنه المقبله بحول الله. اذا كان متسع من الوقت لهذه المباريات، اخر مباراه في منتخب كاس افريقيا لا تكون الاستعداد لنهائية كاس العالم، بالفعل نهائية كاس العالم اللي كما قلت بانه فرصه للمنتخب الوطني المغربي الظهور بوجه مشرف وبصوره قويه تليق وكره القدم الوطنيه اللي
كانت عندها 5 ديال المشاركات قبل هذه المشاركه في الوقت تبع هذه المحاوله بواسطه لعيب زكريا بوخران تسديده عرضيه ولكن جانبا في الوقت الحكم يقول بانه لمست احد المدافعين تحولات للزاويه قلت المشاركه كانت 70 كانت مشرفه وواجهنا منتخبات بقيمه البانيا وبلغاريا 86 لوصول الدور الثاني امام منتخبات بقيمه انجلترا والفوز كان امام البرتغال 94 بالولايات المتحده الامريكيه 98 بفرنسا كان الاقرب كذلك بالتعادل بعد الفوز الكبير امام سكوتلندا سير اولي سير تالي هذه العروض تمنوا ان تكون كذلك عروض قويه بالاراضي العربيه بقطر المنتخب الوطني المغربي فيصل فجر هو اللي كيساعد التنفيذ فيصل فجر تعبات الكره دائريا البحث على كذا الثقه ديال اللاعب طارق السوداني ولكن الخروج ديال طارق الطوبي كيلعب الكره بسرعه مشات الكره في الجهه اليمنى العوده ديال اللاعب سليم املاح تمكن من استرجاع الكره ممتاز املاح كميه التمرير الى زكريا ابو خلال ولكن التمرير كانت خاطئه املاح اللي قام بعمل كبير ولكن اللمسه الاخيره ما كانتش بشكل جيد التمرير في اتجاه اللاعب تشيرمان ولكن غير تغطيه ممتاز اشرف داري تغطيه على تشيرمان كباسي قدم شوط ثاني رائع صراحة شوط الذكاء ديالو هنا راه ديزيكليبري وخدم الذكاء ديالو أمام أنظار سيد فوزي الجراحي في الجامعة الملكية المغربية كرة القدم الذي يتابع هذا المباراة ما عطيتهاش القياس ديالها اللي باش تمشي ما عطيتهاش ليها يحيى جبران أشرف داري مبرزت مع الماتش من جديد ليحيى جبران على مستوى وسط الميدان تمريره في اتجاه لاعب يحيى عطيه طلال يحاول ولعه ولكن الكره خارج ارضيه الملعب ضربه مرمى لفائده طارق السوداني ضربه مرمى لفائده منتخب ليبيريا كنلعبوا الان الدقيقه الاخيره في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع هذه فرصة لعبة المنتخب الوطني المغربي تيسوداني كينتظر أحد اللاعبين سليم أملاح دخول داخل منطقة الجزاء ولكن ما بغاتش التعامل مع الكرة الأخيرة بشكل جيد بالتالي كتضيع يمكن نقول فرصة سانحة لتسجيل فائدة المنتخب الوطني المغربي إذا وصلت الكرة لطارق اسكو تعكس ياسر تردد لأنه ما بقاش التركيز مركز مع الماتش افضل لكن فضل على انه يدير فان دو فرات وهنايا رجع اللاعب المدافع الليبيري وقدر انه يزعج المهاجم ديال المنتخب الوطني وما مش مع السوق هجومي يعني بنجاعة اقل من المباريات الاخرى لاننا كنا نطلبوا اداء اجود من هذا الاداء خصوصا في السوق الهجومي امام المنتخب تكون توا ولكن عندنا بين على محدود مستوى مقلق بالنسبه للدفاع استخلصنا دروس اننا الكره ممكن تعتمد على لاعبين باش تكون تحطوا المفكره ديالك ويقدروا يخلقوا المفاجاه وشفنا ضابط الايقاع جبران اللي قدم مباراه كبيره كيفاش يخرج الكره كيفاش يشوف قبل تبدل المحاوله مبيد بواسطه لاعب طارق السوداني هنا المراوغه تعتبر المسانده مرر في اتجاه لاعب سليم امراح اللي حاول يراوغ ولكن كان هناك امكانيه تمرير اتجاه لاعب صوفيا الرحيمي كتضيع هذه المحاوله لكتبوا الهدف الاول بواسطه لاعب فيصل هدف ثاني في عدد المنتخب الوطني المغربي المباراه اللي الان الوقت بدل الدقائق صافي انا جامع البركه انا لا لا صافي باغي نسالي وعييت عييت والله نعييت صافي راه ساعه صرفنا كان والله